يسعد صباحكم مشاهدينا وفي ثاني فقراتنا لليوم لا يوجد انسان على وجه الارض الا وعانى من اعراض الصداع الشديد واحيانا الدوخه لاسباب حياتيه مختلفه، واليوم سنركز على الصداع والدوخه وعلاقتهما بالامراض المختلفه ومتى يكون الصداع والدوخه هم فقط اعراض التعب والارهاق والتوتر ومتى تكون هذه الاعراض مؤشرا لامراض قد لا نعلم بوجودها، ومن ابرز هذه الامراض مرض التصلب اللويحي او ما يعرف باختصار الام اس، راح نتحدث اكثر عن هذا الموضوع مع اخصائي جراحه الدماغ والاعصاب الدكتور فضل بطران الله يسعد صباحك دكتور كيف حالك لا صباح الخير لك ولجميع المشاهدين كيف اصبحت يا دكتور الحمد لله ماشي الحال اهلا وسهلا أهلا فيك أهلا. دكتور رح نبدا موضوعنا شوي نتحدث عن الصداع والدوخه كما ذكرت الصداع والدوخه يعني انا حكيت بالبدايه ما في حدا الا جرب اعراض الصداع وجرب اعراض الدوخه سواء ارهاق تعب ممكن امور حياتيه هلا لو نتحدث شوي عن الصداع والدوخه هم امر طبيعي للانسان بالواقع يعني انت عم يعني تحكي عن اعراض عصبيه كبيره ومعظم الناس بيعانوا من هي الاعراض ولو لمره واحده يعني بحياتهم <applause> سواء اللي هو نوب الصداع او الدوخه او التعب العام الارهاق الشديد ممكن مرات يحس الواحد بخدران بايديه خدران برجليه عدم توازن في مرحله الارهاق والتوتر يعني هي اعراض عصبيه لكن وين الخوف من هاي الاعراض اذا صارت الاعراض هاي مرافقه لاعراض وظيفيه يعني مثلا قضيه انه يترافق مع اعراض وظيفيه تخص اضطرابات التوازن اضطرابات مثلا الذاكره الحكي النظر هذا بصير في عنا اضطرابات وظيفيه ترافق اللي هو اضطرابات العصبيه فبتحكي عن اعراض عصبيه عامه يعني تبدا بقضيه الارهاق والتعب والتوتر زائد اللي هو العوامل البيئيه اللي ممكن التعرض مثلا لاشعه الشمس ممكن يسبب ارهاق شديد يسبب دوخه صداع وعدم النوم عدم كيف. النوم التغذيه غير جيده التوتر المشاكل الاجتماعيه وقله المياه, كمان التقل... المياه صح. كل حسب كمان الطقس كان في الصيف في الشتاء في موسم رمضان في مثلا ممكن شخص يكون عامل رجيم يدخل مشاكل كبيره فبالتالي هي اعراض عصبيه عامه لكن المهم في الموضوع بهذه الاعراض هذه الاعراض اذا هي الاعراض اصبحت شديده ومتكرره ومزعجه ورافقها اعراض وظيفيه يجب ان نفكر بالاعراض العضويه بالامراض العضويه الاخرى منها مثلا اللي هو امراض تخص التهابات اللي هي ما تخص في حاله الصداع التهاب الجيوب التهاب الاسنان الاذن الشد العضلي يعني العضلة. اكيد في سبب وراء بزط. هذا الصداع ما بيجي بزط. من هلا الصداع يعني بتحكي عن صداع انواع كثيره في انه الصداع اللي هو متكرر اللي هو بنشوفه حياتنا اليومية وهذا حكينا عنه في حلقة ماضية صراحة أنه كيف الصداع المتكرر بيحصل في الأيام الطبيعية مع إنسان طبيعي بدون وجود أمراض اللي هي نتيجة اللي هو العادات السيئة الإرهاق التعب إلى آخره اللي حكينا عنه قبل شوي وفي عندنا صداع اللي هو الشقيقة مثلا اللي بيصيب أخص... ناس معينين في عندك الصداع الشائع المعظم بيصير في حالات اللي هو صداع التوتري أو التوتر هذا بعدين في عندنا الصداع اللي هو الصداع العنقودي في عندنا الصداع اللي ناتج عن أمراض عضوية أخرى بتخص الدماغ نفسه من أورام دماغية من نزيف دماغي من التهابات دماغية مثلا أورام دماغية حاليا ممكن نفكر في قضيه خدر مع صداع نفكر بالتهابات الدماغ التهابات المد البيضاء اللي ما حكيت عنه اللي هو تصلب اللويحي مثلا هذا احد مثلا الاسباب زائد امراض عضويه اخرى يجب ان نستشير الطبيب المختص في حال هذه الاعراض أص... يعني اصبحت مزعجه ومتكرره وبالفعل ترافقها اعراض وظيفيه صحيح وكما ذكر دكتور انه هذه برضه بعضها نتيجه لاعمال يوميه ممكن نمارسها بشكل خاطئ فممكن انه قبل استشاره الطبيب اذا حاولنا نغير هذه الاعمال الروتينيه او اليوميه ولانه الصداع لسه مستمر وقتها اكيد يعني لازم الشخص يلجا لاخصائي أكيد ومختص أكيد لو ايضا ايضا نتحدث عن الدوخه المتكرره كمان الدوخه هلا الصداع شيء والدوخه شيء اخر هلا نعم اسباب الدوخه او ممكن ايش الامراض المقرونه مع الدوخه بالنسبه للدوخه هو يعني مرض يصيب غالبا يعني هو يعني علاقته يعني شوي بالجهاز العصبي ومرتبط ايضا ب يعني خارج عن يعني الارهاق والتعب والى تخص جهاز التوازن باكمله ما بين الدماغ والنخاع الشوكي وكذلك جذع الدماغ وعلاقته بالاذن الداخليه والجهاز الليمفاوي في الاذن الداخليه، واي سبب يسبب اضطراب في الجهاز، هذا الجهاز التوازن ما يخص الاذن الداخليه او الجهاز العصبي المركزي او حتى المحيطي يسبب اللي هو باعراض الدوخه والدوران، وفي انواع كثيره من الدوخه ويعني حكينا بحلقه سابقه ايضا صحيح ما راح نتطرق كثير لهذا هل هي الدوخه بيشعر بدوران نفس الشخص او انه المحيط هو عم بلف او بدور حواليه هذه كلها لها اعراضها ولها مسبباتها تخص الجهاز العصبي المركزي وايضا بتخص الالتهابات الاذن الداخليه وايضا الاعصاب الطرفيه مثلا اذا كان فيها التهاب ما بتعطي توازن ما بتعطي اشاره جيده للجسم انه كيف يتصرف كيف يعمل فممكن يترافق في مع دوخان وخلل في التوازن ودوخان ودوره ويترافق في بعض الاحيان بقضية الإقياء أنه بيحب يراجع المريض أو يتقيأ عشان يحس بشعور يعني هذا شعور الدوخة اللي ممكن يترافق بشعور بالغثيان زاد عدم التوازن قد يلجا في مرض اللي هو الوظيفي اللي بيصيب مثلا الجهاز الليمفاوي اللي هو اللي يصير فيه خلل داخل الاذن الداخليه بينتج عنه بسموه مرض منير بيجي بشكل فجائي دوخه مع قيئات متواصله مع تعب عام مع اللي اللي انه بحب يقعد في منطقه معزوله ظلام الى اخره كل هذه قد بشكل طارئ وهي يعني ما ملوش علاقه بامراض خطيره هي مرض يعني طارئ بيصيب خلل في الجهاز الليمفاوي داخل الأذن الداخلية وبسبب الأعراض وتواصل من أسبوع ثلاثة أسابيع حتى لأشهر هذا الموضوع فبالتالي الدوخة موضوع كبير قد يكون أعراض يعني طارئ أو عارض عارض من الحياة اليومية وقد يكون ناتج عن أسباب عضوية أو وظيفية أو فيزيولوجية بسيطة دكتور ذكرت انت عن مصطلح اللي هو التصلب اللويحي، التصلب اللويحي ايضا معروف باختصاره الامأس كثير منتشر حاليا كثير في دراسات عن هذا المرض، كثير في حملات توعيه عن هذا المرض، هلا بما اننا ذكرنا انه حكينا شوي عن الدوخه وحكينا شوي عن الصداع وانت ذكرت انه هذا المرض ايضا هو مرتبط فيهم، لو شوي نشرح للمشاهدين عن طبيعه هذا المرض. بالحقيقة تصلب اللويحي يعني هو من الأمراض المنتشرة العصبية المنتشرة إيش معنى التصلب اللويحي؟ المرض اللي هو تصلب اللويحي هو عن التهاب مزمن ومتكرر يصيب الجهاز العصبي المركزي اللي هو نقصد فيه الدماغ والنخاع في الشوكي والعصب البصري لأن هذه الأجزاء من الجهاز العصبي المركزي تشمل فيها الخلايا العصبيه اللي فيها خليه ومحاور عصبيه ناتجه وتسبب الالتهاب العصبي في هذه الحالات هذا الالتهاب العصبي المتكرر والمزمن يرافق اعراض عصبيه عصبيه وظيفيه حسب المنطقه المصابه يعني مثلا اذا كان في عندنا اصابه مثلا في العصب البصري اللي هو تصلب هذا شو عم بصير؟ عم بصير تشوش في الرؤيه او فقدان رؤيه في عين او في الثنتين في او وحده او بشكل جزئي او بشكل كلي إذا كان مثلا إصابة في المنطقة الحسية المركزية والحركية اللي هي في نص الدماغ والقشرة الدماغية، هذا إيش بيصير عنده؟ بيصير عنده خدران وهذا يعني من الأعراض المعروفة بتصلب اللويحي، إنه بيصير في عنده خدر بكافة أنحاء الجسم، الوجه، البطن، الصدر. الاطراف العلويه الاطراف السفليه كل هذا يترافق بخدر وقد يشعر الحضان ايضا بقوه بنقص في حركه الـ 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 الطرف السفلي او, أو العلوي او صعوبه في التحكم في التنسيق اذا كان مثلا هذه الاصابه بتصيب في منطقه النطق بسبب في تعثر بالكلام او آه هذا بـ 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 آه وصعوبه بالكلام اذا كان في عندنا اللي هو الاصابه العصبيه بسموها بالمحاور العصبيه الطويله من الدماغ وجذع الدماغ وبينزل على النخاع الشوكي هذا بسموه الجهاز العصبي اللي هو المحاور أو العصبية الطويلة هاي إذا أصابتها بسبب إيش اللي هو عدم اتزان وصعوبة في المشي وعدم توازن أثناء المشي فبالتالي هذا مرتبط بقضية اللي هو طبيعة الإصابة وين الإصابة هاي موجودة وللأسف التصلب اللوحي هو عبارة عن مرض مناعي يعني يهاجم الخلايا المناعية أو الجهاز المناعي يهاجم المحاور العصبية أن الخلية العصبية مكونة من جسم خلية والمحور العصبي صحيح. اللي بنقل المحور العصبي بنقل اللي هو طلع. الإشارات العصبية والكهربائية وبهاجم الغشاء المغلف لهذا المحور أو الحامي لهذا المحور وبالتالي يصير في يصبح هناك صعوبة في نقل الإشارة العصبية أو في بطئها إما إعاقة كاملة او بطء في الحركه وبالتالي ينتج عنه اللي هو الخلل العصبي الأوامر. الوظيفي أكيد. في هذا المجال اكيد ولو نتحدث كمان عن هذا المرض بشكل مفصل اكثر من ناحيه الاعراض كما ذكرت هو حسب المنطقه المصابه هلا لو ننتقل لموضوع انه هذا المرض هو وراثي او هو مكتسب او هو يعني بيئي ايش الاسباب بالواقع أه. الاعراض التصلب اللويحي يعني اسبابه لحد الان غير واضحه يعني أه. في هناك دراسات كبيره وأبحاث متعددة في هذا المجال لكن لم يثبت حد الآن السبب الرئيسي في هذا الالتهاب المزمن والمتكرر للخلايا العصبية واضطرابات والجه... الجهاز المناعي لكن هناك الكل بيحكي عن عوامل اللي هو بيئية جغرافية وراثية ممكن الخوف ممكن الحروب مثلا تؤدي مش الخوف هو الموضوع اللي هو مثلا العوامل البيئية بقول لك أنه كل ما ابتعدنا عن خط الاستواء يسبب التعرض مثلا للاصابه بالتصلب اللواحي في مناطق معينه مثلا المناطق البارده اقل اصابه من المناطق اللي فيها مشمسه والى هل هذا له علاقه بالجغرافيا، هل له علاقه بنقص فيتامين د لانه يعني نقص فيتامين د ايضا يحرض على الاصابه او النكسات في هذا الموضوع، الامر الاخر اللي هو الوراثيه، في هناك جينات وراثيه تنقل من 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 ضمن العائلة أو العرق وبالتالي يعني إذا كان هناك مثلاً خطر في إصابة واحد في المية بتصلب اللويحي في مجتمع ما إذا كان في هناك إصابة وراثية أو جينية تزيد إلى ثلاثة في المية فبالتالي في هناك علاقة بالوراثة علاقة بالبيئة علاقة بالجغرافيا وفي هناك سبب مهم كمان أو يعني قد يحفز الإصابة بتصلب اللوحي هو التعرض للإصابات الالتهابية الفيروسية أثناء الطفولة لأنه هذا الفيروس اللي هو مثلاً اللي الفيروس البسيط اللي احنا مثلا بنشوفه مرات بين اكيد خلال في هذا بيعمل ايش؟ بيفرز اجسام مضاده تتخزن في الجسم ولاحقا يهاجم اللي هو <applause> عن طريق الجهاز نفسه. المناعي يهاجم الجسم نفسه اللي هي الخلايا العصبيه والمحاور العصبيه لانه اصلا فتره اكتشاف المرض من سن 20 ل 40 سنه هلا و... بالنسبه للعمر دكتور كنت رح اسالك ما في اشخاص بنولدوا مع هذا المرض؟ يعني هو ممكن يصيب يصيب اي عمر صراحه لكن هو بالاساس يعني التشخيص يتم تشخيصه في اوائل اللي هو مقتبل العمر من بين 20 ل 40 ل 50 سنه وهذا الشيء المزعج في هذا الموضوع انه يتم تشخيص واصابه الشخص في مقتبل الحياه في 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 الحياه الوظيفيه والمهنيه والاخره هو بدخل في التعقيدات النفسيه والمرضيه والى لكن هو بصيب طبعا التشخيص يتم في هذه المرحله غالبا وللاسف انه هو بصيب بالنساء اكثر من الرجال في هذا الموضوع الى حد الان مش عارفين شو العلاقه لكن العلاقه واضحه ما بين ممكن تخص موضوع الجيني او الوراثي ممكن يكون موضوع ال ال الهرمون هذا الهرمون نسي. وممكن له علاقه كمان بنقص فيتامين د وكل الامور هاي تساعد انه يكون في عندها النساء اكثر من الرجال وبنسبه من واحد الى اثنين وحاليا في دراسه قد تكون الى ثلاث اضعاف طب لو كمان دكتور نتحدث شوي عن طرق علاجه طبعا هذا المرض مرض مزمن بالأول طبعا هو مرض مزمن ومتكرر للاسف م. العلاج لا يوجد شفاء من هذا المرض يجب عند تشخيص هذه الحاله صراحه والتاكد من التشخيص لكن تشخيص المريض حاليا يعني ممكن قبل ما بدايه العلاج انه احنا ممكن نتاكد انه في تشخيص للحاله وحاليا وسائل التشخيص اصبحت سهله بوجود صوره الرنين المغناطيسي بعد اللي هو التعرض للاعراض، يعني ممكن تصير اعراض بسيطه وتروح وممكن ترجع، وبالتالي عند تكرر هذه الاعراض انا بفضل انه المريض يعني يزور طبيب مختص في هذا المجال، وهون المريض بيتفحص الامور، بيعمل استجواب للمريض، فحص سريري للمريض، واذا كان في هناك شك بروح للفحوصات اجراء فحوصات الدم، اجراء صوره الرنين المغناطيسي لانه حاليا تشخص 95% من الحالات وهذا فحص سهل جدا في التشخيص كان سابقا نعتمد على الفحص سائل النخاع الشوكي في اضطرابات في الخلايا في اضطرابات في نوع معين من البروتينات اللي هو او الاوليجو الباندز هذول بكونوا سبيسيفيك يعني, بالضبط ماده مختصه آ, باصابه اللي هو التصلب اللويحي ال, ال, ويتم اكتشافها عن طريق السائل النخاع الشوكي ممكن نعمل تخطيط للشحنات ال, 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 الكهربائيه اللي هي عن طريق أكيد تخطيط السمع تخطيط النظر تخطيط الاحساس بكون في نقص في اللي هو في هذه اللي... الاختبارات فكل هذا موضوع التشخيص اصبح حاليا سهل وممكن ممارسته ويجب التاكد من التشخيص قبل البدء بالعلاج. هلا العلاج ما في علاج لازم احنا نفهم انه هذا العلاج هو يعني علاج يعني يمنع او يخفف الانتكاسات، يمنع اللي هو تفاقم المرض والمضاعفات، لكن ما في علاج شافي، لكن المهم في هذا الموضوع انه لما يصير في تشخيص لهذه الحاله انه المريض يتفهم الحاله وانه يعرف انه يعني هذه الحاله بتتطلب يعني في مراكز حاليا مراكز طبيه متخصصه في هذا الموضوع مطاقم طبي كامل يشمل اللي هو عدة اختصاصات ويكون مسؤول أو الرئيس مسؤول عن هذا العلاج وهو بوزع المهام على الطاقم الطبي وهناك في جمعيات أيضا لجمعية الصلب اللويحي في عندنا جمعية حاليا فلسطين ممكن توجه إلها وممكن الاستفسار وهو يعطيهم ألف عافية في هذا المجال وبعتقد الجمعية نشيطة وممكن يعني متابعة هذه الأمور مع, مع أي مريض موجود وبالتالي العلاج هو علاج يشمل ثلاث مراحل العلاج الأول هو العلاج الـ الـ الانتكاسات لأنه هو بيجي المرض اللي تصله الوحي بهجمة أو انتكاسة قوية جدا من خدر من عدم توازن تشوش رؤية إرهاق عام تعب شديد بخدر بالأطراف تعب بالأطراف أو شلل إلى آخره اضطرابات بالنطق <applause> هذه الهجمة القوية بتطلب علاج فعال ومباشر وهذا طبعا علاج بالكورتيزون اللي هو الكل بيخاف منه لكن لابد من إعطاء الكورتيزون في هذه الحالة في عندنا العلاج الوقائي أو علاج المرض نفسه اللي هو بيشتغل على بيعمل على الجهاز المناعي إنه هو بيخفف من سير المرض او, أو من تواصل المرض المنام. من حده الانتكاسات وشده الانتكاسات وتخفيف المضاعفات العصبيه لحسن الحظ اصبحت علاجات حديثه ومتطوره تخفف من مضاعفات المرض وهناك علاجات وقائمه طويله جدا من الابر وعن طريق الفم وهذا يتطلب متابعه المريض من قبل الطبيب المختص وعدم تغيير المريض وعدم تغيير الطبيب وعدم اللي هو تنقل بين الاطباء يجب ان يكون علاقه متواصله مع صحيح. الطبيب برنامج. برنامج صحيح برنامج خاص في هذا الموضوع الامر الاخر هو علاج الأعراض العصبية المرافقة للتصلب اللويحي يعني مثلا ممكن يصير في عندنا قضية المرضى ممكن يحصل عندهم تعب عام أو شديد في له علاج معين إذا كان في عندنا اضطرابات مثلا في المثانة في له علاج إذا في اكتئاب في نعطي علاجات مساعده يعني كل عرض في له احنا تقريبا يعني مخفف او ملطف في هذه الاعراض حتى تسهيل حياته, حياته يعني ويخلي تكريب. المريض يعيش حياه مقبوله ومطلوبه والى اخره الامر الاخر هو العلاج التاهيلي او الوظيفي انه اذا كان في عندنا علاج نفسي علاج وظيفي لتنشيط الاعضاء اللي تعبت من التصلب اللوحي مثل النطق مثلا تدريب على النطق الحركه عدم التوازن التدريب على المشي هذا كله علاج وظيفي هو وتاهيلي بتطلب من علاج من طاقم طبي مختص يعالج ويساعد الاطباء للخروج من الازمه الموجودين فيها اكيد كما ذكر الدكتور انه اهم شيء انه المريض يتابع مع الدكتور واكيد لازم يكون في طاقم مختص هلا لو نتحدث شوي على الاخص بفلسطين هذا المرض نسبه انتشاره عاليه بفلسطين للاسف بالنسبه لانتشار الامراض وخاصه في الوطن العربي او في كل العالم يتطلب احصاء مركزي يتطلب تسجيل الحالات باعمارهم بحالاتهم بالوضع الصحي وكل الامور هاي سجل لازم يكون كامل لكن بعتقد الاحصائيه حاليا في فلسطين واخر يعني دراسه حوالين طبعا الف 1000 مريض حسب الجمعية 650 لكن حسب الإحصائيات المتوفرة تقريبا 2000 مريض بيخص في هذا المرض ونحن بنأكد على شغلة مهمة جدا أنه علاج التصلب اللويحي هو علاج مكلف و كنت رح اسالك عن العلاج وهذا بيتطلب تدخل من وزاره الصحه ولحسن الحظ انه وزاره الصحه تساعد وت يعني, يعني بتعمل جهد كبير انها توفر هاي العلاجات لانه بالفعل هي غاليه جدا وبتطلب هي تكاثف من المجتمع تكاثف من جمعيه اللي هو التصلب اللوحي ووزاره الصحه لوضع المريض على الطريق الصحيح واخذ العلاجات المناسبه وايضا تخفيف الاعباء والتكلفه اللي بيواجهها المريض في العلاج الامراض لانه بحب بيحتاج الى دعم نفسي وانا أكيد. بحب اكد على الموضوع انه قضيه اللي هو التصلب الويحي ما نخاف منه لا يصير فينا يعني فوبيا ما يصير فينا خوف وفينا لانه احنا في فينا مفهوم غلط عن هذا المرض من قبل الناس المريض بيدخل بازمه نفسيه والمجتمع برفض هذا المريض لانه في مفهوم خاطئ لهذا المرض فبالتالي إذا المريض تفهم المرض والناس صار في عندها وعي كامل للمرض، نعرف إنه هذا في معظم الحالات تصلب اللوحي لا يؤدي إلى شلل ولا يؤدي إلى اللي هو وهذا الخوف الأبرز بالزرق. وهذا الخوف الأبرز ولا يسبب مثلا مضاعفات خطيرة إلا بشكل نادر جدا، فبالتالي يجب أن يمارس هذا الشخص حياته الطبيعية بمتابعة طبية بعلاج جيد لأنه يخفف كثير المضاعفات حاليا العلاجات الحديثة ويمارس حياته بشكل طبيعي بين الناس بدون خوف، بدون رهبة، بدون المجتمع ما يرفض هذا المريض لأن لانه بالفعل هو في مفهوم خاطئ لهذا المرض صحيح حبينا دكتور يعني عن طريقك كمان ننوه لهذا المرض ونصلح الفكره اللي ممكن ماخذينها الناس فكره خاطئه عن هذا المرض بحب اشكرك دكتور اول شيء على استضافتك وطبعا على ضيافتنا في القناه وطبعا دكتور يعني ان شاء الله بنشوفك في مناسبات سعيده اكثر إن من هيك وان شاء, إن شاء الله نحكي عن تفاصيل أمراض مختلفة في فلسطين للتوعيه اكيد طبعا نتمنى السلامه للجميع الف سلامه للجميع